أسعد الله مساءكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي الجديد. عرفت صبيحة اليوم عملية بيع تذاكر نهائي كأس الجمهورية المخصصة لأنصار العميد بملعب 5 جويلية، فوضى عارمة وأعمال شغب بسبب سوء التنظيم، أين اتهم أنصار العميد إدارة المركب بالتلاعب بحصة الفريق بعد نفاذ عدد التذاكر المخصصة لأنصار الفريق في ظرف زمني جد قياسي. الزميل محمد نجيب هنان كان حاضرا وعاد بي الصور التالية. خويا كاريتا ما راه كان نظام لا والو خويا العزيز، جينا على 6 الصباح من بعد جابونا لي بار وحنا كنا الاولانيين، رجعونا الاخرين من بعد كي دخلنا زدت يحسب لك تيكي 3 ب 100000، علاش ما رجعكش حقك 10000؟ تنظيم زيرو، تيكيات تباعوا كارنيات، ما كانش منها ما بيشري ويعاود، ما واحد يشري ويعاود 25000 يا اخو 25000، فاتحين زوج كيشيات ما يخلصوش تيكيات 25000 زوج كيشيات. تيكيات باعوا بيناتهم يا اخو، شفناهم قدامهم يا اخو، قدامنا شفناهم تباعوا بيناتهم يا اخو، كارنيات يا اخو شفناهم. قول يا غريب اسمع خويا عمر، داهم غير صحاب ماشينوار، الناس راهي على 4 تاع الصباح باتت هنا ما داتش، والله ما داتها وضربوهم غير بيناتهم، 3 ب 100000 تيكيات ولا غير 3 ب 100. يا عمر دير لنا حل. يا خويا ما يكذبوا على الغاشي، راه ما يكذبوا على الغاشي، من 7 تاع الصباح وحنا هنايا ما كاش تيكيات، تباعوا يا ربي 3000 تيكيات كاع خرجوا منهم. هذا الظلم هذا، شوف وراه تنظيم، وراه تنظيم، وراه تنظيم يا خويا، قول لي اسالني خويا تنظيم وراه خويا سي لانارشي توتال ولا غير عيب. على بالي بلي هنا دي تيرمون دي صح سي فري، بصح هكذا 9 تاع الصباح 4 عاد 3 تاع الصباح استاد معمر 3 تاع الصباح، واحد كيما انايا درت لاشين لحقت لاشين قال لي خلاصو هذا. واكد يوسف قارة مدير المركب الاولمبي محمد بوضياف ان عمليه بيع التذاكر جرت بشكل قانوني وشفاف لتفادي اي تلاعب وتحت اجراءات صارمه. 25 نقطة بيع وكل نقطة تبيع كان فيها 1000 تذكرة لي بو ريبارتيغ يعني لا فونت، اي اون دوني انستركسيون او غيشيتي en collaboration bien sûr avec le directeur des stades, de vendre 3 par personne pour permettre à toute la population, de bénéficier. Bien sûr, كان فيه ناس جات بكري وجا العدد كان أكثر من لازم. كما أضاف يوسف قارة أن طرح 25000 تذكرة للنهائي كانت لدواعي أمنية، مؤكدا أنه كان بوده طرح أكبر عدد لكن الظروف حتمت منح 25000 تذكرة لكلا الفريقين. بالنسبه لبيع التذاكر اللي جرت اليوم كنا صرحنا باللي كاين فيه اليوم، درنا 25000 تذكره للبيع لمناصرين مولده الجزائر، وهذه الحصه كانت يعني مبرمجه من الاول، ولكن كم شفتوا يعني كاين فيه يعني جماهير كبيره وما تلبيش رغبات، يعني كاين جمهور كبير ولذا كان فيه كما شفتوا يعني اون بوبولاسيون بلوز امبورطونت. Ça s'est passé dans plusieurs, à plusieurs reprises. Donc, on a pas droit à le bio, tout le monde. Donc, nous, on a mis en vente les 25 000. أكد علي مالك رئيس لجنة تنظيم كأس الجمهورية أن الأمور التنظيمية خلال مباراة النهائي أخذت بعين الاعتبار، مشيرا أن اللقاء النهائي سيجرى على أحسن ما يرام، وذلك من خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمركب بن صيام أثناء عرض مجسم كأس الجمهورية. إسلام بقرعة كان حاضرا وعاد بالتالي. كل الاطراف اللي عندهم دخل مباشر ولا غير مباشر في التحضير وفي النجاح النهائي كلهم جاهزين ومستعدين وكل الوسائل اللازمه واجده، ماشي ان شاء الله النهائي يكون كما تفضلنا عرس بمعنى الكلمه. الملعب البيبان يتحلوا عن بدايه الساعة 8 صباحا إن شاء الله، الأمن يكون حاضر على الساعة 6 في الملعب.
هذا وأعرب يوسف بوزيدي مدرب نصر حسين داي والقائد سفيان بن دبكة عن سعادتهما باستضافة مجسم كأس الجمهورية بمركب بن صيام وإعطاء الفرصة للأنصار من أجل أخذ الصور التذكارية مع السيدة الكأس أقول إسلام بقرعة ثانية. اليوم الجمهور راح يشوفها كاين اللي يتصور منهم لاعبين ثاني فرحانين الجمهور المسيرين والحمد لله اليوم الفريق هذا بعد 34 سنة راح ينشط نهائي. احنا رانا فرحانين نوصل مع لاكوب، رانا فرحانين الفات اللي لحقنا هذا الكاس اللي عنده يعني 37 سنة ما يعني ما جاتش لهذا الفريق. نتمنى باللي حان الوقت باش فريق نصر حسين داي يعاود يولي الألقاب، يعني هذاك هو المكان تاعو. نظن احنا كلاعبين يعني رانا بيان بريباري مع الطاقم الفني والطاقم الطبي والطاقم الإداري، يعني وفروا لنا كل شيء باش إن شاء الله نكون في نهارنا إن شاء الله يوم النهائي إن شاء الله. والآن يرفع على ما سمعنا أذان صلاة العصر بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. هذا ويواصل أعوان الحماية المدنية تحضيراتهم بملعب 5 جويلية قبيل العرس الكروية الجزائرية المزمع احتضانه هذا الأحد في نهائي الكأس الجمهورية بين مولودية الجزائر ونصر حسين داي، حيث تم تسخير كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح النهائي من خلال تحضير مربع مخصص للحماية المدنية وضمان الفرجة والأهازيج الوطنية وصنع ألوان ولوحات فنية على غرار ما يصنعونه في كل مرة يتعلق الأمر بنهائي السيدة الكأس. محمد نجيب هنان حضر وعاد بالتالي. نهائي كأس الجزائر يعتبر عرس، لذا نحاولوا بقدر المستطاع باش نشاركوا في نهائي كأس الجزائر، نحضروا نشاطات مباشرة عندها علاقة مباشرة بالرياضة طبعا مثل العنف فير بلاي، عدة نشاطات كرسالة من أجل الحد من العنف في الملاعب وتكون رياضة 100% رياضة. حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم يوم الأحد 5 جوان القادم كتاريخ لعقد الجمعية العامة الانتخابية، وذلك بمركز التدريب سيدي موسى على الساعة 10:00. كما نشرت الرابطة برنامج الأشغال على موقعها الرسمي والذي سينطلق فيه 2 جوان. يذكر أن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج كان قد أعلن نيته الترشح لعهدة جديدة على رأس الرابطة، رغم أنه سبق وأن أعلن عن رغبته في وقت سابق لمغادرة رئاسة الرابطة.